السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شهد دار الفرنسي منذ انطلاقة الموسم الحالي تألق موهبة جديدة من أصول جزائرية خطف الأضواء في صفوف ناديها الحالي نادي تولوز الفرنسي، ويتعلق الأمر باللاعب الشاب صاحب 20 سنة اللاعب الشعيبي. هذا اللاعب صاحب الأصول الجزائرية من جهة الأب والأم، وهو من مواليد سنة 2002 بفرنسا. وقد تكون اللاعب الشعيبي في مدرسة التكوين نادي سي ليون الفرنسي، وخلال سنة 2019 انتقل للعب في صفوف نادي تولوز الفرنسي، وتحديدا مع فئة أقل من 19 سنة، أين تألق بشكل لافت للانتباه وخطف الأضواء في هذه الفئة، مما جعل اللاعب الشعيبي يدخل دائرة اهتمامات العديد من النوادي الأوروبية، وهو ما جعل إدارة نادي تولوز تسارع لتغطية اللاعب للفريق الأول وتمضي معه على عقد احترافي يمتد إلى غاية سنة 2025. كما وصل ذات اللاعب صناعة الحدث خلال الموسم الحالي بالدوري الفرنسي، حينما شارك في 17 مباراة تمكن خلالها من المساهمة في 7 أهداف ما بين صناعة وتسجيل. هذا التألق من اللاعب الشعيبي جعل منه يدخل دائرة اهتمامات العديد من النوادي الأوروبية، على غرار متصدر الدوري الإنجليزي للموسم الحالي نادي أرسنال، والذي يتابع باهتمام تطور مستوى هذا اللاعب الشاب من أجل ضمه خلال ميركاتو الصيف القادم. كما أن اللاعب الشعيبي دخل دائرة اهتمامات كذلك نادي إشبيلية الإسباني، الذي يرغب في الظفر بخدماته هو الآخر خلال ميركاتو الصيف القادم. وبدوره أكدت وسائل الإعلام الفرنسية بأن اللاعب صاحب الأصول الجزائرية يتواجد كذلك محل اهتمام نادي أولمبيك ليون الفرنسي، الذي يرى في الاستفادة من خدماته خلال ميركاتو الصيف القادم، خاصة وأن النادي عانى كثيرا خلال الموسم الحالي من سلسلة النتائج السلبية، مما جعل إدارة النادي تسعى لتعزيز صفوف النادي بأسماء جديدة بإمكانها تقديم الإضافة خلال الموسم المقبل. وللتذكير، فإن اللاعب الشعيبي قد يكون وبنسبة كبيرة جدا جديد الكوت جمال بالماضي خلال تربو شهر مارس المقبل. سلام.